مساء الخير والسعادة، أهلا بيكم في حلقة جديدة من نجوم على الهواء. امبارح أول ما نزلت البوستر وقلت إن هتكون معانا ضيفة الحلقة بائعة السعادة، كمية الكومنتس والمسجز اللي جات لي غير طبيعية، عشان بيسألوا هي السعادة أصلا بتتباع؟ علشان كده النهاردة منورانا في الاستوديو بائعة السعادة سلوى هشام، هتعرفنا عن اللقب الحلو ده وهي السعادة فعلا بتتباع واحنا نقدر نشتريها. ازيك يا سلوى؟ الحمد لله. انا اخبارك ايه؟ منورانا النهاردة في البرنامج حضرتك. ايه بقى حكاية اللقب بائعة السعادة اللي قلب الدنيا امبارح على السوشيال ميديا ده؟ هو كان بداية انا دايما بسعى ان انا اشوف ابتسامة اللي قدامي، عشان دي حاجة بتسعدني شخصيا يعني. فحاولت افكر كتير المفروض اعمل ايه عشان تخلي مثلا يعني اسيب بصمة كويسة ودايما لما حد يفتكرني يبتسم يعني. حلوة قوي. فبدأت افكر، لقيت قمت عاملة زي حاجة كده اسمها هدية مقابل ابتسامة. فبدأت انزل بلافتة في الشارع ان انا اوزع هدايا مجاني، بس بشرط اللي ياخد الهدية دي لازم يبتسم وهو بياخدها. بس فكنت مثلا بنزل مثلا في العيد او حاجة او اي مناسبة انزل اوزع هدايا وهكذا، لحد عشان الحاجة دي بتساعدني شخصيا جدا جدا يعني. انت جميلة، انا اول مرة بجد بقى اسمع الموضوع ده، حلو قوي. يعني انت بس مجرد ان انت عايزة تشوفي الناس بتضحك وبتبتسم. بالظبط، عشان كده الناس هي اللي طلعت عليك لقب بائعة السعادة. بالظبط، صحابي كلهم كانوا دايما يقولوا لي سفيرة السعادة، بائعة السعادة، موزعة الابتسامة وهكذا، لحد ما فعلا كلهم يعني رسيبوا على اللقب ده بائعة السعادة. هو حلو قوي يعني ان اي حد في الدنيا بيعمل حاجة، حتى زي ما بتقولي في الاول كانت من غير مقابل، عشان بس تشوف ابتسامة الناس، يبقى هي فعلا بائعة السعادة. احكي لي بقى عن البروجكت بتاعك. بس قبل البروجكت كمان، امبارح لما كنت بتناقش انا وانتي سمعت كمان كان في لقب غير بائعة السعادة. لا، هو في كذا لقب عموما. في برضو عاشقة الورد. حلوة قوي. انا بعشق الالوان جدا جدا وبتديني بهجة من نوع خاص، فبعشق الورد لانهم حاجة مبهجة ومريحة لي شخصيا وكده. فبحب وخصوصا زهرتي المفضله طبعا عباد الشمس، فدايما كل بحاول ازرعها في كل الورود اللي عندي. فبدات بقى ابدا في موضوع تنسيق الورود وهكذا، لحد ما بدات اعمل بوكيهات العرايس وحاجات زي كده. فبصراحه يعني هي حتى يا جماعه بصوا مليانة الاستوديو ورد. انت اديتينا اصلا، انا عايزه اقول لك ان اول ما دخلت الاستوديو لقيت الورد الجميل ده، انا حاسه ان انا فعلا انت اديتيني سعاده. قولي لي بقى، طيب يعني انت البداية ان انت كنت عايزة بس تشوفي ابتسامة او ضحكة على وشوش الناس، وبدأتي فعلا تعملي اللي انت قلت لنا عليه، لكن كبروجكت او كمشروع الفكرة بقى هي جاتلك برضو عن طريق كده، ولا حد مثلا شاف فيكي قالك يا سلوى احنا شايفين ان المشروع ده هو اللي هيليق عليكي؟ هو الموضوع اصلا ان انا عندي هوس بالهاند ميد عموما، وده من وانا صغيره. كنت بابا وماما يعني كانوا دايما بيكون مثلا في مشروع في المدرسه او نشاط او كده، فكانوا دايما يعني بيساعدوني ان اتعلم اعاده التدوير، ان انا بالظبط ان انا مرميش كل حاجه، بالعكس استغلها بطريقه كويسه. فبدات لما انا خلاص اتخرجت من الجامعه وكده تفرغت، فبدات ابحث على السوشيال وعلى اليوتيوب وكده، لا حاجات بصراحه مبهجه وابهرتني جدا جدا، لدرجه ان انا قلت لا انا محتاجه انفذ ده، يعني ليه انا ما انفذوش، خصوصا ان هو ان انا اصلا عندي هوس بيه. فالحمد لله بدات الموضوع ده في نص 12 2017 بالظبط. حلو، ما شاء الله. بالظبط، انا بدات مشروعي تقريبا ب 12 جنيه ونص. اشتريت اوراق وكده، وبدات صممت ورده، في بعدها على طول صممت بقى بوكس الصور، وبدات لحد ما مع مرور الوقت بدات اتفرج على فيديوهات كتير جدا واكتسب خبره، وطورت الموضوع الحمد لله. يعني انت طورتي نفسك بنفسك. بالظبط، هي احسن حاجه في الدنيا. يعني في ناس بيبقى معاها مبالغ كبيره جدا وبتروح تعمل مشاريع وبتفشل، بس هو الحقيقه بقى انا يعني مبسوطه جدا من فريق الاعداد، لان هو فعلا النهارده يمكن انا معايا نجمه. يعني احنا برنامجنا اسمه نجوم على الهوا، وانت بجد نجمه، لان حد يكون معاها مبلغ صغير، مش قصدي كماديا يعني، ان انت بداتي من مبلغ صغير ما كانش همك ان انت تعملي بروباجندا جامده او شو، وبداتي مبلغ صغير، وقبل حتى ما تبداي مبلغ صغير انت كنتي عايزه بس حتى تنشري الابتسامه والضحكه على الناس. الجميل بقى في الموضوع، وان انا بقولك عشان انت نجمة، ان موضوع الهاند ميد او اي حاجة داخل فيها شغل يدوي
بايدينا، عشان هي طلعت اشاعه الفتره اللي فاتت ان الشغل اليدوي ده اللي هو اي شغل في الحياه، حتى لو بقى على المكن بقى اسمه شغل يدوي، مش عارفه ازاي. فمعنى ان انت بتعملي شغل يدوي بجد بايديكي وهاند ميد وكمان في فن، يبقى انت كده نجمه. بجد لا حقيقي يعني انا مبهوره بكل الحاجات اللي انا شفتها وكل الصور. فطبعا لما نتكلم عن شغل يدوي وعن حاجات هاند ميد وعن حاجات فيها اتقان، يبقى احنا لازم بقى نشوف صور، ما تبقاش بس نظري. ايه رايك؟ اوكي. تعالوا مع بعض نشوف الصور ونشوف الداتا اللي مجمعها لنا النهارده. انا عايزه اقول لك ان انت يعني ما نشرتيش بس السعاده النهارده في الاستوديو، بجد حتى الفيديو مع الاغنيه بجد حاجه جميله جدا جدا. كنت عايزه اسالك على حاجه، انت بتلاقي نفسك طبعا في شغلك او في البروجكت بتاعك، بس ساعات بتحسي انت بتتعبي؟ يعني ان هو انا عارفه ان هو شغل فيه فن وفيه دقه وفيه تركيز، بتحسي ولا ايه؟ قولي لي. هو اكيد مرهق جدا جدا، بياخد عدد ساعات كبيره جدا، محتاج دقه جديده طبعا، بس كل ده بيهون في لحظه انك انت بتطلعي حاجه في الاخر لا الناس حابينها. برضو كمان بتهون امتى، او يعني بتحس انك انت ما تعبتيش خالص وقت لما حد يجي فيدباك مثلا كده، الله دي شغلك حلو قوي، الله ده عجبني، دي لا انت فعلا فنانه او كده، كل ده بيهون عليا كل التعب بصراحه. يعني هو ده بقى اللي انا كنت عايزه اوصل له، هي دي الاجابه بجد، ان احنا في حاجات كتير بيبقى شغلنا متعب ومرهق وكل حاجه، وبنحس ان احنا بنتعب بس اول ما بنشوف رد فعل اللي قدامنا بجد الموضوع بيختلف خالص. انا شايفه ان انت ما شاء الله، انت يعني احلى حاجه فيكي ان انت مش مركزه في حاجه واحده بس، يعني انا حاسه ان انت كولكشن يعني ما شاء الله. قولي لي كده، ايه اكتر ممكن تكون الصور اكتر الحاجات اللي حد يعني، انا مثلا لو جات لي هديه في عيد ميلادي فيها صوري، لو على كيك او على جفت ممكن اتبسط بيها قوي، صح؟ طبيعي. بتحسي كده وانت بتشتغلي في الصور؟ هو عموما اصلا في طبعا المقوله المشهوره طبعا تهاد وتحب، يعني انا عايزه اقول لك ان الهديه في حد ذاتها بتنشر السعاده، بتنشر صح. بيخلي في ود بين الناس عموما، فلازم نهادي يعني بلاش نفضل ان احنا نتردد دايما ان احنا نهادي اللي قدامنا حتى بدون مقابل بالزبط. حتى لو من غير مناسبه، لان ده بينشر السعاده يعني جدا. محمد الكريم بالظبط قال تهاد وتحب. اصل انا بسالك على الصور علشان انا بصراحه عجبني بوكس قوي عاملاه، في صور وفي شوكليت، انت حاطه كل مسببات السعاده ببوكس واحد، احنا ممكن نشوفه ونوريه لمشاهدينا؟ مفيش. لا بجد ابداع يعني، البوكس نفسه حتى الفتحه بتاعته بجد اعلان. هو اصلا على فكره في كمان صور ثانيه احنا معانا غير البوكس ده. بالظبط. يعني انا بس بمناسبه البوكس ده انا عايزه اقول لك ان هو مرهق جدا جدا، خصوصا ان هو متين جدا فبيحتاج تقطيع بقوه وكده. بالظبط. بس صدقيني الحمد لله ما لقيتوش منتشر خالص، يعني مش منتشر قوي، بس حقيقي يعني اهم حاجه عندي في تقديم الهديه ان ما تخرجش الا لو فعلا الفينش بتاعها كويس جدا جدا. انا بدات مشروعي ورده زي ما قلت لحضرتك بالورق، وبعديها بدات بوكس الصور، بعدها بدا بوكس الصور، ادمج الصور مع الشوكليت. لا بدات بقى، لا انا بحب الورد فلازم لا ادخل الورد في الموضوع، فبدات بوكيهات الورد، بدات وهكذا. فانا من هوسي في الهاند ميد هو ده السبب الرئيسي اللي خلاني اتنوع في اي حاجه بشوفها قدام عيني، لا انا هقدر ان انا انفذها. بالظبط. ما هو ده كده ابداع. الحمد لله. انا ممكن اوريكي دي، هي ممكن تشوفي اصلا الفينش من خلالها يعني. الله تحفه جدا، ايه ده الصحه والجمال. تسلم ايديكي، حلوه قوي. بصوا ده بقى اللي انا بقوله ان ده ابداع. ليه بقى بنقول ابداع؟ لان انا لما اعمل حاجه كده يعني اكيد الكاميرا موضحه كل تفاصيلها، الحاجه متقفله نظيف كده، مفيش اي اثار للشمع، مسدس الشمع باين عليها، ولا في اي تفاصيل باينه ان هي تضايق العين، ولا اي فتله ولا اي شمعه ولا اي حاجه. حتى الفينش من ورا برضو كذلك، ما بحبش ان انا اخلي حد. بالظبط. بصوا ده بقى ده اللي انا بقوله، انا مش بقول ابداع علشان بجاملك، بس هو في فرق كبير قوي ان حد بيعمل حاجه بيحبها فبيبدع فيها، وفي فرق ان حد بيعمل حاجه لمجرد ان هو مشروع وخلاص. عشان كده في الاول قلت في ناس بتبدا مشاريعها مبالغ كبيره جدا وبتفشل لان هم مش بيحبوها. فبجد انا يعني عايزه احييكي على اولا كمان كونترست الالوان مع بعض ورائع، يفتح النفس يعني، اوف وايت على لولي على ابيض على ورد، عامله كولكشن جميل. وخطك ده
لا هو انا متقطع. بيتقطع، انا عارفه. اللي بقطعه على ايدي وكده بتكتبي من وبلزق ورا صح؟ بالظبط. عشان شفتي بقى تطلع انا عشان فنانه. تنامي من ورا. لا حلو يعني، حتى خطك جميل. لا فنانه، بتسلمي. تسلم ايديكي، حلو قوي. بصوا الجمال ده، قيسوا بصي بقى على هو كده كل حاجه. عايزه اقول لكم ان هي عاملاها بالليل عشان تبقوا هي على فكرة عارفين، ما كملتش معايا ساعة، وعاملاها عشان بالليل متاخر كمان بالظبط يعني. يعني. بصوا لا ما شاء الله بجد، ما شاء الله عليكي، حلو قوي. ممكن استاذنك اخليها بقى جنبي؟ حلوه قوي بجد، تسلم ايديكي. تسلمي. بصي طيب بصي بقى، انت طبعا عارفه ان كلنا اي حد بدا مشروع او اي حد اشتغل حاجه كان بيبقى دايما في حد وراه، طبعا بعد اكيد ربنا يعني، اكيد طبعا. اكيد. انا عايزه اعرف بقى مين اللي شجعك ان انت تبداي مشروعك؟ مين اللي كان دايما بيفرحك قوي او يديكي كلام حلو او بوزيتيف انرجي انك تكملي؟ يعني من الاخر كده، مين صاحب الفضل عليكي؟ هقول لك بالظبط. هو انا من بدايه المشروع بتاعي عملت البوكس الصور، وكنت بعمل كام هديه كده واهديهم لصحابي. لقيت فاختي لما شافت اول بوكس قالت لي سلوى لا ده فظيع، ولازم بجد حلو، تعملي جروب وتبتدي حلو قوي. تاخديه كمشروع. اقول لها لا انا مش مستوعبه يعني، ان لا مش معقول. هي فعلا بصراحه اللي اجبرتني ساعتها ان انا اعمل الجروب. بس طبعا صراحه هي لها الفضل الاول والاخير. حلو طبعا بعديها ماما، ما شاء الله. طب ماما اللي دايما بمناسبة تيجي ايه، ماما كانت تحب تقول لي ايه، بصي انا عايزه منك اشتري منك بوكس الصور حبيبتي، وتديني مقابل جميلة، فلوس عشان تخليني تشجعني تشجعك ان انا أكتر. اجيبه. فكنت باخد الفلوس دي اجيب بيها ماتيريال وابتدي بقى ايه اعمل كذا، لحد ما الموضوع بقى كبر معايا الحمد لله. حبيبتي بجد. ممكن نشوف الصور ونتكلم لسه على طبعا. بس والدتك، نسيت لان اقول بس هي حاجه، ليها. معلش اذكر حاجه اتفضلي. بس، صحابي اللي دايما معايا انا عمري ما هنساكم، ان انتوا ان انا والله يعني وصلت بسببهم، ودايما بيدعموني جدا جدا، خصوصا لما اخد رايهم في حاجه كلماتهم دايما بتبقى مبهجه بصراحه ليا يعني. فانا عمري ما هنساكم يعني. بصي يا سلوى، احنا هنشوف الصور، وانا اوكي عايزه اقول لك حاجه، ان انت بجد تستاهلي كل الناس تشجعك. تسلمي. بصي احنا في معانا صور، ده بوكس، ده ايه ده يا سلوى؟ هو ده كان بوكس فاضي بيتحط فيه الجوال هدايا، بس انا بقى مغلفاها. دي كان برواز ونوت بوك وميداليه حلو ده، بس. انت عامله ما شاء الله يعني طقم كامل، حلو قوي. في حاجه تانية معانا كمان، ده البوكس اللي هو بوكس الشوكولا، بيبقى 3 بوكسات، كل بوكس بنفتحه بينزل على الارض كله مفروض كده. انت بتتعبي قوي والله. لا هو فعلا مرهق جدا موضوع مرهق بصراحه. جدا. والكور اللي البوكس الاخير ده بيتحط فيه بقى الهدايا الخاصه بقى، اللي هي مثلا زي الميك اب، زي اي هديه عموما الهدايا بقى يعني. اللي هو جايبها سبيشالي بالظبط. يعني، لان الورد بالظبط. سوري الشوكليت كده كده معروف ان هي من اسباب السعاده يعني. لا ومعلش، والورد والورد طبعا. ده ده ايه كان الكريسماس حلو، البوكس ده، انا اللي برضو انا اللي منفذه البوكس، انا بنفذ عموما، هو بتبقى انت ماتيريال عموما بتنفذي A to انا اللي. Z، نعم. بتعملي من كل حاجه يعني، من اول البوكس بالظبط. حتى لحد كل الاخر. لا يعني تمام، حلو قوي. وده ايه، دي كانت البوكسات في الفالنتاين اللي فات. حلو كمان ما شاء الله، انت في كل المناسبات عامله حاجات جميله الحمد جدا، لله. حلو قوي بجد. ده ايه، دي كانت في الفالنتاين برضه. حلو جميل قوي. بصي عايزه بس ارجع قبل ما ارجع لمامتك، علشان انا بجد عايزه احييها واصحابك. انا كنت في بدايه الحلقه جبتي لي سيره الافراح او بوكيه العروسه، بالظبط. ايه بقى القصه؟ القصة زي ما قلت لحضرتك ان انا بحب الورد جدا، وبصراحة انا لما عشان برضو بحب الهاند ميد عموما، فانا لا انا حبيت امسك كل حاجة، كل مناسبة خاصة فيها بالهاند ميد يعني. اي حاجة مناسبة جت لا وفيها هقدر ان انا انفذ فيها حاجة، لازم اسيب بصمة. فده اللي حلو خلاني قوي. اتنوع في شغلي برضو، ان انا لا في مثلا مناسبة خطوبة وانا كاتب كتاب، فرح، عيد ميلاد، لازم ايا كان، تكوني حاطه حتى لو بصمتك في اسبوع، حتى لو المناسبه، اسبوع يعني. بصي كل المناسبات الحمد لله ليها ما شاء الله فيها ليكي حاجة بصمه فيها. لا الحمد ما لله. شاء الله. هو في معانا كمان صوره اعتقد. دي علاقة بتاعت الباب، دي بتتعلق على الباب، حلو قوي. او مكتوب عليها عموما ايه؟ او ديكور. لقد بني هذا البيت بالحب، ادخل مسالما واخرج الله بدعوة جميلة. الله، دي حلو سهلة قوي. جدا جدا. يعني اصلا دي علاقه للباب يعني، هو بس حد اي يعني اي حد راجع من شغله مضغوط او حاجه، بس هو هو هيشوف ده هي خلاص الحاجات دي هيبقى مبهجة جدا مبسوط يعني. اعتقد بالظبط. يعني. كان في والماتيريال بتاعت على كمان فكرة الحاجات دي دي جاف كلها الماتيريال خفيفة جدا خفيفه، جدا. فوم صح، فوم. فوم دي 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 ايه من الفوم والنصبيان. دي؟ كانت دي للخطوبة. للخطوبه. بالظبط. حلو قوي. يعني بجد في كل المناسبات سلوى حاطه بصمتها. الحمد بس لله. يعني بصي انا كنت مستغربه يعني ان انت سنك صغير وما شاء الله ان انت
يعني قطعتي شوط كبير، وان انت تطلعي شغل زي اللي انا شايفاه قدامي ده، على فكره ده يعني ما يعتبرش حاجه بالنسبه لشغلك وبالنسبه للبوكس. فبس لما حكيتي لي عن مامتك عن والدتك انا يعني عرفت كده خلاص، لان بجد لما تكون ام، وانا اعتقد ان هي والدتك لازم تتاخد مثال لكل الامهات، ان انا بجد اهتم بالموهبه اللي بتكون عند ابني او بنتي. يعني بس يعني هي بتقول ان هي كانت بتديها فلوس بتشجعها، وعلى فكره هو مش حكايه فكره ان انا بديها فلوس ان هي حكايه ماديه، لا على فكره هي معنويه، بس هي عاملاها بشكل تاني خالص. لا وتقولي انا عايزه البوكس، انا ما انا انا باخد زي اي حد ماليش دعوه يعني. فهي لا بصراحه هي وقفت جنبي اي حاجه في شغل، تقولي سلوى شوفي انت محتاجه ايه وانا معاكي، حلوه من غير حلوه. ما تفكر من غير ما تتناقش معايا انت محتاجه ايه، وشوف ايه اللي فعلا هيساعدك، او شايفه ايه اللي هينمي من قدراتك في الموضوع، او مثلا ما شاء الله كده. بصراحه لا يعني هي ما شاء كان لها الله، فضل ربنا كبير جدا يبارك لك عليا فيها الحمد لله بجد، يا رب ربنا يا رب يبارك لك فيها. يا انتي رب اصلا ربنا جميله يخليها. كمان، مش عايزه انكر فضل اصحابك كمان، طبعا احنا ما واختي اتكلمناش برضه. عليهم، ايوه واختك طبعا. طبعا. بصي لما عايزه اقول لك، لما بتكون الام جميله الولاد اصلا هم بيطلعوا دايركت حلوين لمامتهم الحمد لله. بجد والله. وحتى الاصحاب يا جماعه، الاصحاب ليهم دور مهم جدا في حياتنا، يعني يمكن مش اقل من دور البيت ومش اقل من دور الام والاب، لان هي الصحبه هي اهم حاجه دلوقتي. فوجود اصحاب في حياتك ان هم بيشجعوكي وعايزينك حلوه، ومفيش غيره ومفيش الحاجات اعوذ بالله التانية دي خالص، وعايزين دايما يشوفوكي ناجحه، ده طبعا احنا بنبعت لهم تحيه من هنا لكل اصحاب سلوى والوالده سلوى والاختها ولكل عائلتها الجميله جدا. قلت لي يا سلوى كده، او ما قلتليش بقى، انا خلاص شفت بنفسي ان انت ما شاء الله سايبه بصمه في كل مناسبه، يعني في فرح، في عيد ميلاد. طيب بمناسبه بقى العيد، لا ده اساسي بقى يعني. قولي لي اساسي كده، يعني. احكي لي احكي لي، بتسيبي بصمتك في العيد ازاي؟ بصي هو العيد ونشوف صوره معاها وانت بتتكلمي، ايه رايك؟ اوكي ماشي تمام يلا. اتفضلي. الله. دي كانت برطمانات صغيرة كده، كنت جبتها وزينتها وحطيت فيها الكور الملونة دي، وحطيت فيها مسجات بحيث ان اللي يخرج المسج ويقرأها لازم يبتسم. حلوة قوي. دي كنت بوزعها في العيد، سواء العيد الأضحى أو العيد الفطر يعني. حلو. كنت بنزل الشارع وبوزع الهدايا، بس برضو في المقابل ان هم يبتسموا يعني. حبيبتي انت جميلة بجد. مش تسلمي. فاكرة اي مسج كده كانت موجودة فيها؟ لا فاكرة كتير. طب قولي لي كده واحدة. في بتاعت ملامحك تبدو أجمل حين تبتسم، فرجاء أن ابتسم، إني أراك هيبتسم، إذا كان الماضي قد أزعجك فما ذنب الحاضر يراك عبوسا، تفاءل ابتسم كده يعني. بصي انا هعتبرها علامه ليا. بجد الكلام الجميل ده بيطلع من جواكي اكيد. الحمد لله. بصي اي حاجه بتطلع من جوه الانسان بتوصل، يعني انت كلامك انا وصل قلبي عشان هو طالع بجد من قلبك، وانت اصلا بجد كانت نيتك في الاول خالص خير، ولحد دلوقتي يعني نيتك ان انت تفرحي الناس. فانا هو بنزلت النهارده، والنهارده ذكرى وفاة بابا الله يرحمه، فانا حبيبتي كان الله المفروض ان هو يرحمه. في عاده كده النهارده بنزل الشارع برضو، بيبقى بوزع هدايا النهارده برضو في المقابل الابتسامه، عشان اسيب ذكرى برضو لبابا حلوه يعني طول. حبيبتي بصي، هو انا اعتقد كمان ان يعني النهارده يوم مميز، يمكن عشان هي جدا ذكرى وفاته، وان انت معانا هنا في الحمد لله. التلفزيون وعلى الشاشه، واحنا بنشكرك وبندعمك، ويعني دي اعتقد ان هو اكيد فرحان دلوقتي. أكيد الحمد اكيد لله. يا حبيبتي، ان شاء الله ربنا يرحمه يا رب، بإذن وهو اكيد بني ادم عظيم علشان اختار والدتك. عشان والدتك جابت لنا نجمه كبيره زيك. ميرسي. تسلمي. كنت واحنا بنتناقش مع بعض، جت سيره رسائل او مسجز كنت برضو بتواجهيها، كان قصدك على المسجز اللي بتكون في ال بالظبط، اللي هو يعني انا ببقى عايزه، انا بصي وانا كان هدفي الاول والاخير ان انا يعني اي حد يقرا كلامي لازم يبتسم ويبقى يبتسم، سعيد. بس يعني هي دي بصراحه يعني، لان انا اصلا مجرد ما بشوف حد مبتسم قدامي لا خلاص انا مرتاحه، انا مبسوطه، لا انا حاسه ببهجه جوايا يعني. انتي وصلتيها لي، بما انك بقى انتي وصلتي لي السعاده، ممكن بقى نوصل السعاده للساده المشاهدين ونشوف معانا الفيديو ده. بصي هو انا يعني عاجبني قوي كمان اختيار الاغاني اللي انتي حطاها على الفيديوز وعلى كل حاجه، الجفت دي تجنن بجد حلوه. يعني انا يعني عشان عيد ميلادي قرب، فحاسه عارفه تخيلت نفسي ان انا جايه لي، لا فعلا وبجد حاجه حلوه قوي. هي دي نوت بوك عموما، والمراسيل اللي هي الجوابات والحاجات دي انا حلوه بحبها قوي قوي، حلوه قريبه قوي. لقلبي. كان مثلا لما حد كل حد يجي يسالني انا فرح اختي انا عايزه اديها هديه ومش عارف ايه والكلام من ده، يعني ان هو حلوه محتاجين قوي. الهديه توصلهم، اقول لهم نوت بوك نوت خلاص. بوك ليه فعلا بقى؟ صح، بتطلعي فيها كل حاجه انت حباها وانت جواكي، وعايزه تقوليها. بمجرد اصلا انك بتقراي او بتشوفي الرسومات اللي فيها والستيكرز والحاجات دي،
حقيقي بتحسي براحة، حتى لو انت يعني اكيد في طبعا، المود مش متظبط او حاجة، لا خلاص يعني ما شاء الله جميلة جدا اكيد طبعا. جدا. وبعدين مش عايزين ننكر اي حد فينا هيجيله جفت زي دي معمول فيها شغل ومجهود بالطريقه دي ومكتوب فيها حاجات، احنا افتقدنا المسجات اه والرسائل، والله بجد يسعدك، حاجه بجد جميله قوي يا سلوى. انا بجد مبسوطه جدا ان انت معايا النهارده. تسلمي. طيب انا مبسوطه بكل كمان تفاصيلك اللي انت قلتيها، بس عايزه اعرف بقى في الاخر خالص، انت كده بعد كل اللي انت وصلتيه، انت ما شاء الله بقالك 3 سنين يعني او اكتر كمان، لا أقل، اقل من أقل من ثلاث اقل سنين اقل من 3 سنين. طيب قولي لي بقى، انت كده حددتي، انت خلاص حددتي كل اهدافك، بس انت وصلتي لكل اهدافك ووصلتي لكل اللي انت عايزه توصلي له ولا لسه شويه؟ بصي، هو كان دايما يقولوا لي انت طموحك واصل لدرجه يعني اللي هو ما فيش حد، يعني ما فيش حدود كده لطموحي. يعني بصراحه يعني حلو انا قوي. عندي ما فيش سقف لطموحي، يعني انا عندي طموح كبير جدا جدا، ومن صغري وانا صغيره خالص في ابتدائي تقريبا كان نفسي افتح يعني مصنع اعاده تدوير، ونفسي يكون عندي ورشه كبيره جدا جدا تطلع منتجات مصريه باقل التكاليف، بحيث ان يعني ان طبعا الاستيراد غالي جدا جدا وبتبقى حاجات هتفتحي بصراحه صعبه يعني، بس لا احنا كمصريين نقدر ننفذها وباقل التكاليف واكتر من كده وبنقدر. كمان، اه بالظبط، لا يعني مثلا انا هتوصلي. لما بيجي حسن حد في محتاج كادو او كده يقول لي مثلا انا محتاجها فرنج معين بس انا عاجبني دي، ومثلا لو دي اعلى من الرينج اللي هو طالبها او كده، لا انا بظبطه له على الرينج ده، ما عنديش سعر ثابت خالص دايما. لا انت شوف يعني حتى لو هضيف حاجه من عندي، بس المهم ان الشخص ده وهو بياخد الحاجه يكون فعلا فعلا سعيد بالحاجه دي ويكون يعني مبسوط، اه واللي كمان بالظبط هيوديها له مبسوط. وده اللي انت قلتيه في بدايه الحلقه، انت اصلا بالظبط، بدات لما سالتك في الاول هو ده خالص الهدف الاول احنا والاخير بدانا ازاي، يعني. كان هدفك ان انت تساعدي الناس، يعني مش بس بتوقفي على حسب البادجت بتاعته، ويوم كده المشروع يكبر ان شاء لا الله هيكبر باذن وهتفتحي الله اللي انت عايزاه كله، لان انت باذن الله. اصلا بادئاه بحب الحمد وفي لله ناس بتساندك وبتساعدك وبتشجعك، ويا رب يفضلوا كده على طول، وانت اتمنى. اكيد بتفرحيهم، لان اكيد لما بتوصلي الاوردر او بتوصلي حاجه لحد وبيكون الفيدباك بتاعته حلو اكيد بتفتكريهم، يعني عشان لا هم هو دول اللي فعلا شجعوكي. الموضوع التوصيل ده انا عايزه اقولك ان اخويا فعلا فعلا متبهدل معايا طب خالص مش يعني. المفروض بقى كنا نقول اسمه اه مع انا اقول لك الاتقال؟ اخويا محمود فعلا يعني هو دايما معظم الوقت هو اللي كان يجيب لي الماتيريال من يعني لو احنا يجيب مثلا لك وبيساعدك، من مكان بعيد مثلا، كان هو اللي يوصل لي الاوردرات، كان فعلا كان بيتبهدل معايا جدا ربنا وما يحميه زال بجد، يعني. ربنا يحميه، هو يا رب راجل يعني يعني اكيد الحمد اكيد. لله. سلوى بجد اتبسطت جدا النهارده معاكي، علشان انا بحب كل الضيوف اللي تيجي تكون موهوبه زيك، وانتي موهوبه جدا وشفنا بعينينا كمان، ما كانش صور بس، وخير دليل اللي جنبي ده، بجد حاجات حلوه جدا وجميله. انا بشكرك جدا بشكر النهارده، حضرتك جدا والله. وعايزه اقول لكم يا ريت كل ام فينا لو مقصره شويه مع اولادها ومواهبهم تراجع نفسها، علشان النهارده كان معانا مثال نجيبتنا سلوى، واتكلمت عن ان قد ايه مامتها شجعتها، ولو حوالينا اصحاب بيصدروا لنا طاقه سلبيه طول الوقت او مش بيشجعونا، او كل ما نحاول نطلع خطوه قدام بيرجعونا خطوه ورا، يا ريت بجد نستبدلهم باصحاب حقيقيين يقفوا قدامنا ومعانا وجنبنا ودايما في ظهرنا. وانا بشكر جدا عيلة سلوى، بشكر جدا مامتها واختها واخوها واصحابها، وبشكر جدا الاعداد علشان جاب لنا النهاردة نجمة زيها قدرنا نستفيد بفنها. واي حد بقى يحب يجيب لحد جيفت تفرحه وتدخل السعادة كده عليه يتواصل مع سلوى على طول. انا اتبسطت جدا في الفقرة دي يا سلوى بجد، أنا أسعد اشوفك اكيد حلقة تانية. بإذن الله. حلقة تانية يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقة دي بجد وعجبتكم، ودخلنا شوية السعادة عليكم. هنرجع معاكم تاني بس بعد فاصل صغير، وهنرجع على طول، استنونا. رجعنا لكم تاني، والحلقة النهاردة أنا حبيتها جدا من قبل كمان ما تخلص، لأن الحلقة كلها فيها نجوم، ونجوم شباب طالعين لسه للمستقبل، بس طالعين بكل أمل وبكل فن. عشان كده النهاردة حابة أحكي لكم كده حكاية سريعة عن شاب اسمه محمد، هنعرض لكم صورته دلوقتي وهقول لكم هو عرفنا إزاي بنفسه، وهو بقى الفن بتاعه عبارة عن إيه بالظبط. الشاب الجميل ده اسمه محمد إبراهيم، هو عنده 18 سنة في أولى آداب جغرافيا جامعة كفر الشيخ. بدأ بفن بقى جديد خالص اسمه فيكتور آرت. فيكتور ارت ده فن يعني انتوا بجد هتنبهروا من الصور اللي هتطلع بعدين. هو بدأ فيه حوالي من سنة، وهو الفن ده عبارة عن فن رقمي
بيعتمد على الفكر والإبداع، بيعتمد على الفكر والإبداع. إن بجد شاب في عمره ويعتبر يعني في أولى كلية بيعمل فن بيعتمد على الفكر والإبداع، دي طبعا حاجة لازم نقف كده ونحييه عليها. الفن بتاع أحمد محمد ساري هو بيعتمد على طريقة أداد الفرشة، يعني أنا عايزة أقول لكم إن هو دقيق جدا. أوكي، إيه بقى الفن ده عبارة عن إيه؟ إن هو بيحاول يكون بشكل فني بتكون عبارة عن نقاط. طبعا أي حاجة فيها نقاط بتحتاج لجهد كبير جدا ووقت كبير لعمل شكل فني مميز. يعني تخيلوا معايا، بصوا الصور، الجمال ده كله عبارة عن نقط. انتوا متخيلين نقط علشان أطلع بيها رسمة زي اللي قدامي دي؟ دي حاجة في منتهى الفن وفي منتهى الإبداع. محمد كمان بيقول إن أول حد شجعه على الموهبة دي هو أهله، وبعدين كمان مدرسته في الثانوية العامة وأصحابه. ويمكن إحنا النهاردة يوم مميز بالنسبة لنا جدا، لأن الأهل اللي بيكونوا واقفين دايما في ظهر أي شاب أو أي حد من ولادهم عنده موهبة، طبعا بنبعت لهم ألف تحية وألف احترام إن هم إزاي شجعوا محمد واكتشفوا فيه الموهبة الجميلة دي. لأن بجد أنا شايفة رسومات معمولة بشكل احترافي، وإن هي كمان عبارة عن نقط، دي حاجة جميلة جدا. لما سألنا محمد أنت بتحلم بإيه؟ قال أنا بحلم أكون أحسن رسام فيكتور في الشرق الأوسط، وإن هو يشارك في معارض. وإحنا بنقول لك عن طريق الشاشة إن أنت بجد هتبقى من أحسن الرسامين في الفن بتاعك الجميل ده بجد، لأن هو مش موجود وقليل، وفعلا لان انا شايفه حاجات بجد ابداع. ببعت لك من هنا يا محمد تحيه، وبشكرك على ان انت بتقدر تحقق حلمك، وكمان بشكر اهلك وبشكر مدرسينك وبشكر كمان اصحابك. وقريب جدا هنحضر لك معرض، بس يا ريت بقى تبقى تبعت لنا دعوات. ميرسي قوي بجد على مشاركتك الجميله دي، وانا كمان عايزه اشكر اداره البرنامج ان هي بتهتم بالمواهب دي، وان احنا نقدر نطلعها لكم ونقول لكم ان في امل على فكره، وقصاد كل حاجه وحشه بتحصل بيكون قدامها الف حاجه حلوه كمان بتكون قدامها. محمد انا عايزه اقول كمان انه يعني ممكن يكون شاب في سنه في اولى جامعه بقى بيتجه ان هو عايز يخرج مع اصحابه، او ماسك الموبايل طول النهار في الالعاب اللي ظهرت لنا فجاه ومره واحده دي، او يخرج مع اصحابه طول الوقت، او يكون في الشارع او خارج في اي مكان. بس بجد انا بحييه لان هو شاف موهبته فين ونماها، وموهبته كمان يا ريت موهبه سهله وبسيطه، لا كل الرسومات اللي احنا شايفينها على الشاشه دي واخده وقت ومجهود كبير جدا. احلى حاجه في الدنيا الشباب، الشباب هم بجد هم الاساس دلوقتي في كل حاجه. بس لما يكون شاب عندي في البيت والمح فيه موهبه وانميها، احسن بكتير من ان انا اشوف بنتي او ابني داخلين لي برسمه، او داخلين يقولوا لي ان انا عايز اعمل اي حاجه او اي مشروع وما اديش اهتمام ليهم. لا بجد حرام، دي بتكون بجد كنز معايا في البيت. فبجد النهارده المثال اللي شفناه في اول فقره معانا سلوى ومحمد، بجد انا مبسوطه جدا ان في شباب بالطريقه دي، وهم كمان مش بيعملوا اي حاجه، لا دي حاجات فيها فن وفيها ابداع. هو النهارده بقى شكله كده يوم الابداع، فلان احنا معانا مداخله تليفونيه من استاذه هبه علي، هي حد متميز جدا في الهاند ميد والاكسسوارات. الحلقه النهارده يا جماعه عجباني جدا، كلها فن. اهلا بيكي يا استاذه هبه. اهلا بحضرتك، ازيك؟ عامله ايه؟ انا تمام الحمد لله، انتوا عاملين ايه؟ الحمد لله. انا اول ما قالوا لي ان احنا معانا النهارده حد هيكلمنا عن الاكسسوارز، انا فرحت جدا، والهاند ميد لان انا بحبها، ومفيش اي ست ما بتحبش الاكسسوارز والهاند ميد. اكيد طبعا، هي يعني عنصر الجمال اصلا لاي امراه في الدنيا. فعلا حقيقي، ومكملات الاناقه كمان. بالظبط بالظبط، يعني هي مفيش اي حاجه انت تقدري تلبسيها من غير ما تميزيها باكسسوارز. عندك حق، عندك حق. واوقات كتير كمان بيكون مثلا لابسين اوتفيت بسيط جدا، واول ما بنلبسه اكسسوار شكلها شيك بتغير خالص الاوتفيت اللي احنا كنا لابسينه. فعلا. طب ما تكلمينا شويه استاذه هبه عن البروجكت بتاعك وعن الاكسسوارز بتاعتك.
انا يعني اكتر حاجه انا متميزه بيها في الشغل عندي اللي هي الاسكارفات الهاند ميد، اللي هي نازله يعتبر هي كانت موضه فتره وبعدين تراجعت شويه وبعدين احنا رجعت. معانا على الشاشة كمان، اتفضلي. او رجعت بشده السنه دي، اللي هي الاكسسوارز اللي هو انت بتلبسي سكارف وفي نفس الوقت بيكون عقد. حلو قوي، شكله جميل. فبيكون دبل يعني اتنين في بعض. بالنسبه لك ده بيبقى مميز جدا، ان انت مثلا لو لبستي تربون او حاجه بيبقى هو مكان، بيبقى مثلا هو على الرقبه، هو اللي فبيبقى ظاهر. هو السكارف وفي نفس الوقت نازل بعقد شيك جميل، شكله حلو بنفس الوان الستايل اللي انت لابساه، حلوين قوي. فبيميزك. هو السنه دي ما شاء الله عليه يعني عامل ضجه شويه، تمام. ويعني حلو حلو في اللبس لجميع الاعمار ولجميع المناسبات، يعني ممكن مناسبات خاصه، ممكن جامعه، ممكن شغل. حلو، هو فعلا هيليق على كل حاجة. هو الفكرة كمان اللي عجبتني في شغلك لما شفته ان هي هيخلي من اي طقم بسيط هيخليه ريتش اكتر. يعني انا مثلا لو عندي فستان سادة ومش عارفة البس له ايه ورايحة مثلا مكان عايزة اظهر فيه، لو لبست بس السكارف وفيه اكسسوارز اكيد الفستان هيبقى ريتش اكتر وغني طبعا وشكله جميل. طبعا هو اي حاجه بسيطه جدا السكارف هيخليه مميز جدا، لان فعلا هو بيظهر او بيظهر اناقه اي حاجه سيمبل هو بيظهرها. حلوة قوي. هو كله هاند ميد صح؟ كله هاند ميد من اوله لاخره، هو هاند ميد. حلوة قوي بجد. يعني انا اكيد احنا لسه كنا بنقول ان اي حاجة هاند ميد الحد بيتعب قوي فيها. طبعا يعني السكارف اللي حضرتك شايفاه على الشاشه هو من اوله لاخره وما فيهوش حاجه، يعني انا بجيبه كله مفصل لوحده، واحنا بنقدر ان احنا نجمعه بعد كده حاجه بحاجه، يعني كل قطعه فيه احنا اللي عاملينها بايدينا. حلو قوي. عشان كده بجد لما بنروح اي معرض او اي بوث في اي مول لما بنلاقي فيها حاجات هاند ميد اول حاجه بتلفت نظرنا، لان احنا عارفين ان هي معموله كل تفصيله فيها بالايد، بأفضل تفصيلة فعلا. بتكون حلوه جدا يعني بجد. لا وما شاء الله انت عامله كمان الوان حلوه قوي. طيب ممكن طبعا. اعرف بدأتي ازاي؟ والله هو هواية، هو يعني الهاند ميد عامة من أوله لآخره هو كان هواية، حاجة أنا حباها، حاجة لفتت انتباهي إن أنا إزاي أنا أكون مثلا بشتري اكسسوارز وأنا قادرة إن أنا أعمله أدام أنا بحب حاجة زي كده. حلو قوي. فبدأت أدخل على اليوتيوب وأبدأ أشوف أجيبه منين، أجيب الخامات منين، وأجيب وإزاي أتعامل معاه، وإزاي أبدأ أصنعه، وإزاي أعمل منه اكسسوارز حلوة أقدر إن أنا، يعني كان الأول مشروع لنفسي، ما كانش إن أنا غلط منه ان انا ابيع، لا كان غلط حلو. ان انا اكمل الحلية بتاعت اطقمتي بس مش اكتر بس. وبعد كده مع مرور الوقت اتعلمتها، مع مرور الوقت عملت جروبات وعملت بيجي وبدات حلو الدنيا تبقى كويسه يعني. حلو ما شاء الله. هو فعلا عندك حق، الحاجات اللي بتكون هاند ميد دي بتكون اساسها الموهبه، لان انا لو ما عنديش موهبه عمري ما هقدر اطلع فن زي ده. خالص نهائي يعني. هو اهم حاجه تكوني حباه، لو حابه الموضوع هتبقي تشتغلي فيه وانتي مستمتعه، بس ادام بتشتغلي فيه بالظبط. وانتي مستمتعه هيطلع منك كل الابداع يعني. بصي هو انا كمان اللي عجبني فيكي كمان ان انتي مش بس وقفتي على الموهبه وقفتي على الماتيريال اللي معاكي، لا انتي كمان بتقولي دخلتي على يوتيوب وطورتي نفسك وشفتي. طبعا. يعني انا بحترم قوي الشخصيات دي، لان هم مش بس بيقفوا عند مكان معين، لا هم عايزين الاحسن والافضل. بتدوري حتى لو على تراك تتعلميها علشان القطعه اللي تعمليها تكون كلها ميزات ما فيهاش اي عيوب، فانا بحييكي قوي على فكره. ربنا يخليكي تسلمي. هو اهم حاجه ان انت تكون يعني عايزه تطوري من شغلك، عايزه تطوري من نفسك، عايزه كل فتره يكون عندك جديد، هو ده اهم حاجه في الشغل عامه. حلو قوي. طب قولي لي، بما ان الموضوع انا عارفه ان هو بيكون تعب، بس طبعا بتفرحي قوي لما حد بياخد منك حاجه ويقول لك ميرسي عليها او يلبسها طبعا. بشكل حلو صح؟ طبعا يعني انا عندي البيج وعندي العملاء، ومجرد ما بتاخد ببقى مستنيه، مش بس خلاص انا بعت وبقى القطعه ومبسوطه جدا ان هي وصلت للعميل وبس، لا انا بتابعها وببقى مستنيه رايها، وبعد اذنك اكتبي لي قولي لي ريفيو القطعه بقى. فيها حاجه. طبعا اكتبي لي قولي لي القطعه فيها حاجه غلط طب عشان احسن منها او حاجه، والحمد لله رب العالمين بيبقى كل ريفيوهات جميله جدا من الناس، وناس كتير جدا انبسطت من القطعه اللي راحت لهم يعني. حبيبتي ربنا يوفقك دايما. لا هي الحاجه باينه فعلا. قولي لي ايه اسرع قطعه عملتيها في قد ايه؟ اسرع قطعه بتاخد في ايدي 10 دقائق، اللي هي ما شاء سلك الله. النحل، اللي هي بلف على اللوز ذات نفسها، بلف عليها سلك نحاس، دي
اي حد هيشوفها هيقول دي متعبه جدا، مع انها هي اسرع قطعه في من القطع اللي انا عملتها. حلو قوي. مواصفات اكتر من 10 دقائق بتكون خلصانه خالص. ايه القطعه اللي هي مليانه اكسسوارز دي بتبقى بتاخد وقت اكتر يعني. اه طبعا، لان هي كلها شغل بالايد وبيبقى كمان محتاجه تفاصيل اكتر. بالظبط بالظبط. حلوة قوي. طب قوليلي كده، انتي البيج بتاعتك بتقولي ما شاء الله ان هي شغاله والريفيوز بتاعتها حلوه، انتي حابه بس توقفي على كده ولا ممكن كمان تتعلمي حاجه تانية احسن وتكملي لا كمان؟ لا طبعا اكيد البني ادم، انا قلت لحضرتك بيبقى عايز يطور نفسه، بيطور نفسه اكتر واكتر، وكل ما بينزل جديد كل ما بيبقى عايز يبقى عنده معلومه بيها او عايز يوصل لها، فاكيد عايز اطور نفسه واكيد عايز اوصل لاماكن اعلى من كده وحاجات احسن من كده كمان. حبيبتي بجد حلوة قوي. قولي لي، ما فكرتيش تصممي تدخلي في سكة تصميم الأزياء بقى؟ لأن أنا شايفة فيكي فن شوية على السكارف على الأكسسوارز. لا والله ما يعني ما جاتش في دماغي قد ما كان الاكسسوارز هو اللي لفت انتباهي، ما ازياء لا، قد ما يعني ممكن ادخل في قطعه زي مثلا عبايه خليجي ممكن يدخل فيها الاكسسوارز ده بالسكارف ده بالخياطه، هو ده بس اه ده اللي انا قصدي عليه، اللي يعني او عشان ممكن انا مثلا شفت. حلو قوي. لا كملي كملي، حابه اسمع موضوع الاكسسوارز اللي لا هو فعلا هو كان مصنع عباية خليجي، وكان لفت انتباهه جدا وحابب بجد ان القطعة دي تكون المتميزة دي تكون موجودة عنده على عباية سيمبل شيك للسهرات الخاصة. تمام. بس فدي كانت الفكرة بتاعتنا ان شاء الله الجاية بإذن الله ان حلو قوي. ان هو ينزل مثلا او حتى على الجواكت اللي هي الكاجوال، على الشميزات مثلا قطع اكسسوارز صغيرة من السكارف حتى لو هنقلل من حجم الاسكارف من فوق مثلا. بس ففي تطور بإذن الله يعني. حلو قوي بجد. تسلمي يا رب. تحبي تقولي لنا كده حاجة أو توجهي كده مسج لكل زمايلك اللي في الهاند ميد؟ لأن أنا لقيت الفترة اللي فاتت في ناس بدأت تتعب وتقول لأ خلاص احنا مش عايزين نكمل، فممكن تديهم مسج إيجابية كده عشان يقدروا يكملوا، لأن أنا أعتقد إن الحاجات الهاند ميد دي هي أحسن حاجات بتتعمل. طبعا هي انت اي حد بيشتغل في الهاند ميد لازم يكون عنده مصابره ولازم يكون عنده يعني قدره ان هو يقدر يصبر على وقت، احنا بيجي علينا وقت التسويق بتاعنا بيكون ضعيف جدا ما بنقدرش ان احنا نشتغل فيه. لازم يكون عندك طاقه وعندك استطاعه ان انت تصبري كويس عشان اكيد ربنا هيكرمك قدام، لان انت بتعملي حاجه بنفسك بايدك بتتعبي فيها بتطلعي فيها كل مجهودك فاكيد ربنا هيكرمك يعني. بس اهم حاجه ان انت يكون عندك صبر ومصابره ان انت تصبري لغايه ما توصلي للي انت عايزاه. هو بس هو الهاند ميد مش محتاج منك اكتر من كده. عندك حق فعلا، ان في ناس كتير قوي كانت محتاجه المسج الايجابيه اللي انت قلتيها، لان انت عارفه طبعا من وقت كورونا وفي ناس كتير طبعا اصلا الدنيا ما كانتش مظبطه خالص، خالص فبدا ناس كتير، انا كان بيصعب عليا ان هم فنانين وايديهم حلوه والحاجات بتاعتهم حلوه جدا، والاقيهم لا خلاص مره واحده العزيمه اللي عندهم هبطت. فبجد انا بشكرك جدا على المسج الايجابيه اللي انت قلتيها لنا، تسلمي يا حبيبتي ربنا حاجاتك يخليكي. كلها شيك وجميله قوي. ربنا يخليكي تسلمي. ان شاء الله الكولكشن بتاعك بينزل ليه وقت ولا على حسب البيس اللي حضرتك لا بتعمليها؟ والله انا شغاله على طول يعني كوليكشن بكل مثلا اسبوعين بننزل كوليكشن جديد، وكوليكشن اللي نازل جديد ان شاء الله هتبقى الاسكارفات تايجر ومنقوشه وحاجات كده بربري وحاجات كده حلوه قماشه جديده يعني بحيث ان هو يكون يدي الدفء في الشتاء يعني ما يكونش ساده بس. بصي، هو انا نظرتي فيكي كانت صح من اول ما اتكلمنا، لان انا حسيت ان انتي حابه الموضوع جدا، انتي حتى ماشيه على الترند، يعني انتي طبعا بتقولي هيبقى الاسكارفات فيها تايجر، انتي مش بس ما شاء الله شاطره، انتي كمان متابعه خطوط الموضه. طبعا لازم، لان طبعا اكيد في الشتاء بيبقى فيه الوان دافيه وفي الصيف بيبقى فيه الوان المرح اللي هي اللي حضرتك شايفاها دي، فاكيد هكون ماشيه مع كل حاجه يعني بالظبط. متابعه متقلقيش. لا 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 خالص، ده انا مبسوطة. اصل ربنا بيبقى يخليك. قليل قوي الناس اللي بتبقى فاهمة وفاهمة ومتابعة. لا الحمد فانا لله بجد رب. بحييكي ومبسوطة جدا ان انتي كنتي معايا النهاردة في المداخلة الحلوة دي، ويوم بقى تاني لازم تشرفينا في الاستوديو عشان نشوف إن شاء الحاجات الله دي. إن شاء الله حاضر بإذن الله يا ميرسي حبيبتي. قوي، ميرسي قوي يا استاذة هبة، وبتمنى لك طبعا كل التوفيق. ميرسي قوي. نروح فاصل تاني صغير كده ونرجع لكم على طول، استنوني. احلى حاجة في الدنيا تحصل لما حد يقابل نموذج يكون ناجح.
تخيلوا بقى ان احنا النهارده قابلنا 3 نماذج بجد ناجحين، في منهم 2 شباب انا بجد انبهرت بيهم وبشغلهم. بس زي ما فيش حد في الدنيا بينجح كده لوحده، دايما بيبقى لازم يكون في حد جنبه بيسنده وبيقويه. يعني يمكن المثالين اللي كانوا معانا قالوا ايه، قالوا ان الاهل شجعوهم، وقالوا ان اصحابهم شجعوهم واخواتهم شجعوهم. بجد الموضوع ده مهم جدا، لان الفترة اللي فاتت كان في ناس كتير جدا بتتكلم عن الخذلان وعن مش بيلاقوا حد يشجعهم. احنا مش عايزين بقى ان ندخل في حتة سلبية، بس قصدي ان بجد لازم كل بني ادم فينا لو شاف ان في حد حواليه سلبي او بيرجعه خطوه لورا او مش بيشجعه، او هو حاسس ان هو موهوب اكتر من كده، بجد لازم يبقى حواليه بجد ناس تدعمه وبتقويه ودايما بتسنده. دي حاجه مهمه جدا، لازم نهتم بمواهب ولادنا كلها. ما ينفعش ان انا اشوف في بنتي او ابني موهبه وهستنكرها او هقول لا هو لسه صغير. لا، على فكره في اطفال بتبقى عندهم مواهب من وهم يمكن عندهم سنتين، بنبدأ كده ان احنا نلمحها، فلازم بجد نقويها ولازم نقف بجد جنبهم علشان في الاخر نلاقي امثلة زي اللي كانت النهاردة معانا في الحلقة موجودين. وانتوا عارفين بجد ان احنا في برنامجنا نجوم على الهوا دايما بنجوم لكم نجوم وبيكونوا بجد نجوم، فعشان كده استنونا في حلقة جديدة ونجم جديد من نجوم على الهوا.